وللحديث أكثر عن الأزمة التي اندلعت بين أفغانستان وإيران على مياه نهر هلمند ينضم إلينا عبر سكايب من كابل الصحفي والباحث السياسي الأفغاني السيد فضل القاهر قاضي. مرحبا بك معنا سيد فضل. أهلا بك أخي الكريم، وأحييك وأحيي متابعي قناة الرافدين. مرحبا بكم. هذه الخلافات المتصاعدة بين إيران وأفغانستان بسبب حصص مياه نهر هلمند، هل الخلاف قديم بطبيعة الحال ولماذا ظهر الآن؟ شكرا على فرصة الاستضافة. الحقيقة أن هذه الأزمة ليست أزمة جديدة، يعني كما يظن البعض، وإنما هي أزمة يعني حقيقة منذ أكثر من 20 سنة، عندما كانت الحكومة الأفغانية السابقة وكان هناك اتهامات الحقيقة من قبل الرؤساء المتعاقبين أو الرؤساء الذين كانوا في إيران، وكان من ضمنهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الذي أيضا كان اتهم الحكومات الأفغانية بأنها لا تقوم بما عليها، خاصة فيما يتعلق بإعطاء حصة إيران من مياه هلمند. وهذه الأزمة الحقيقة يعني كما نعلم هي أزمة ليست جديدة. بالواقع البلدين يعانيان من أزمة الجفاف وقلة الأمطار، وبالتالي وكذلك موضوع المناخ، وبالتالي كل هذه المسائل يعني تضررت منها خاصة إيران التي لديها جفاف كبير. وبالتالي نهر هلمند يعتبر أحد المصادر المياه التي يعني منبعها كما تعلمون من أفغانستان، من منطقة من جبال هندوكوش، وهي يعني عندما يعبر من المناطق الأفغانية ويصل إلى إيران يعني يقطع أكثر من 3000 وكم متر حقيقة كيلومتر. وبالتالي هذه أزمة ليست جديدة، وبالتالي لا زالت هناك يعني مطالبة واضحة من إيران بأن أفغانستان لا تعطي حقها فيما يتعلق بحصتها الكافية من المياه. والاتفاقية التي وقعت بين الحكومة الأفغانية السابقة كما أذكر في عهد الملك محمد ظاهر الشاه كما تعلمون في عام 1973 وقعت اتفاقية بين الطرفين، والتي يعطي حصة لإيران يعني، وهذه حصة كل ما مع يعني وهذه الحصة موجودة في الاتفاقية. والحكومة الأفغانية الآن، حكومة التي تتزعمها الطالبان، تقول أنها ملتزمة بالاتفاقية، وأنها ولا بد على الحكومة الإيرانية أن يعني أن تلتزم بهذه الاتفاقية. وبالتالي هناك يعني تأكيد من الحكومات الأفغانية المتعاقبة على أن هذا النهر يعتبر مورد مهم للبلدين. نعم، كما تفضلت في الحديث عن الاتفاقية التي أبرمت بين البلدين، لكن يتشدد الخلاف الآن بلهجة التهديد والوعيد كما هو واضح. ف يعني ما أفاق هذه الأزمة سيد فضل؟ أنا أعتقد بأن كما ذكرت الآن بدأت يعني تطفو موضوع المياه من جديد على السطح، خاصة بين الحكومتين، وخاصة الحكومة الأفغانية الجديدة التي تزعمها حركة طالبان، وكذلك المسؤولين في إيران على ما يتعلق بموضوع المياه. وكل طرف ربما باعتقادي أن البعض يقول بأن الحكومة الإيرانية ربما تستخدم يعني المياه كسلاح لمحاولة استخدام ملفات أخرى كملف اللاجئين وملف الهجرة، لمحاولة أن يستخدمها كورقة للضغط على إذا ما لم يقوم الحكومة الأفغانية بما عليها فيما يتعلق بموضوع المياه. ربما تستخدم في المقابل إيران موضوع اللاجئين الأفغان الذين لديها في إيران. وبالتالي هذه موضوع يعني جدا قد تثير الحقيقة القلاقل لدى الجانبين. وهناك إصرار كما تعلمون، إصرار واضح من الحكومة الإيرانية على إرسال المختصين والخبراء في مجال المياه إلى أفغانستان لتفحص
الكميات التي يعني تذهب او حصه ايران من المياه الى الجانب الذي هو طبعا تصل الى الحدود الى داخل ايران. تمام سيد فضل، ولكن بحسب حكومة طالبان فإن شرط توفير حصة إيران من نهر هلمند هو وجود كميات كافية من المياه في أفغانستان، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية كما تقول الحكومة. لماذا الآن إيران تثير المشاكل بمطالب تتعدى المتفق عليه؟ نعم، يعني كما ذكرت أخي الكريم، إيران بدأت خلال هذه الفترة بعد أن اعترفت بالحكومة، بعد أن سمحت للسفارة التابعة لطالبان أن تفتح في طهران، وكذلك العلاقات بدأت تقترب بين الطرفين. لكن صحيح كما ذكرت، يعني الحكومة الإيرانية تعدت المطالب بدأ فيما يتعلق باحتراف الحكومة طالبان، وكما سمعنا بأن وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان قال بأنها أن حكومة النظام الإيراني لا تعترف بطالبان ما لم تقوم بتشكيل حكومة شاملة. بالتالي يعني كما ذكرت، بدأت المطالب يعني تأخذ سقفا أعلى وتتعدى موضوع المياه. ويبدو أن هناك ربما البعض يقول بأن إيران تريد بشكل من الأشكال أن تستخدم موضوع المياه لمحاولة يعني موضوع حكومة الاعتراف بطالبان لقبولها بموضوع المياه. إلى أي مدى يبدو ذلك منطقيا، خاصة أن الحكومة الأفغانية الحالية التي كما تفضلتم بأنه إيران تصرح بأنها لا تعترف بالهيئة الحاكمة الآن في أفغانستان، هل يمكن أن يكون هذا الموضوع عاملا للضغط على الحكومة الطالبان للتعاطي مع إيران بهذا الشكل؟ يعني سياسيا بالمنطق السياسي كيف تصف ذلك؟ أخي الكريم، أريد أن أقول بأن في الحكومات الأفغانية السابقة، خاصة منذ سقوط الملكية في أفغانستان وكذلك تعاقبت عليه حكومة الشيوعيين، كان هناك انقلابات وأزمات سياسية، وأصبحت يعني البعض يقول أن إيران استفادت من موضوع المياه والكميات الهائلة التي ذهبت إليها، استفادت منها سياسيا وكذلك لصالحها. وبالتالي الآن الحكومات التي جاءت بعدها، خاصة حكومة أشرف غني، بدأت أدركت أن لابد أن ألا تذهب المياه بدون يعني مقابل، ويجب أن لا تمنح المياه إلا في مقابل شيء آخر. وبالتالي الآن الحكومات الأفغانية تقول بأنها لابد أن تستغل مواردها المائية، وان تكون هناك يعني استفاده منها زراعيا. لا شك ان نحن ندرك ان هناك مشاكل، يعني مشاكل المناخ، وهناك جفاف كبير في المناطق القريبه من الحدود في جنوب شرق البلاد مع ايران، وهذا مشكله الحقيقه، بلا شك ان هذا مشكله كبيره تتطلب يكون هناك تقسيم للعادل للمياه. نعم، أشكرك جزيلا الصحفي والباحث السياسي الأفغاني عبر سكايب من كابول فضل القاهر قاضي، شكرا جزيلا لك.